في البداية أنا مش موجود في الاستوديو بتاعي عشان أقدر إن أنا أعمل لكم المراجعة في أسرع وقت أو المقارنة في أسرع وقت، واللي هي أكتر مقارنة أنتم مستنيينها مني، مقارنة الآيفون 14 برو مع الشاومي 13 ألترا. أكتر المقارنات اللي أنتم سألتوا عليها، وأنا كنت وعدتكم إن أنا أعمل المقارنة دي، لكن أنا عشان أعمل المقارنة دي كان لازم أطلع بره، لازم أجرب إن أنا أصور أول دور، وبالتالي قررت حتى وأنا مش في البيت أو أنا مش في الاستوديو بتاعي إن أنا أطلع لكم المقارنة بأي شكل ممكن. في البداية كده الفيديو ده كله متصور بالآيفون 14 برو، وتعالوا في البداية ناخد أول حاجة بتشدك كمستخدم للموبايل، هي الديزاين، التصميم بتاع الموبايل. صراحة من وجهة نظري كل موبايل من دول ليه مميزاته وليه عيوبه. في ناس بتحب التصميم الأيقوني اللي هي التصميم اللي أبل فضلت محافظة عليه لسنين طويلة، ويعني ما عندهمش إن هم يغيروا الفترة الجاية، يعني خلاص احنا عملنا تغيير وحطينا الديناميك آيلاند وكده فما فيش تغييرات تحصل، أو التصميم اللي مقتبس بشكل كبير جدا من كاميرات لايكا واللي شاومي اعتمدته في الشاومي 13 ألترا. فبالتالي الموضوع كله اختيار شخصي. الموبايلين بيجوا بخامات بريميوم جدا، ظاهرين من الإزاز، كل موبايل الآيفون عليه سيراميك شيلد، الشاومي 13 ألترا محمي جوريلا جلاس فيكتوس، فكل الحاجات دي ترجع لك أنت كمستخدم أنت مجهود ناحية إيه. وأنت برضو كمستخدم تقدر تقرر هل أنت منسجم أكتر في الجهة الأمامية مع الديناميك آيلاند بتاعة الآيفون واللي فيها شوية حركات ولعب حلوين كده، ولكن مش هما نقطة القوة بتاعة الموبايل، أو إن أنت تبقى عايز استحواذ أكبر وبتحب تتفرج على محتوى أكتر، فجزئية الشاشة هتكون لصالح الشاومي 13 ألترا. وطبعاً كلنا متعودين اللي كأرقامه على ورق الآيفون بيبقى موبايل جبار جداً. هنا الآيفون بيقدم لك شاشة LTPO اللي بتيجي بدعم 120 هرتز، وبتقدم لك الألوان XDR الرهيبة اللي خلت كل الناس اللي بتحب إن هي تعمل محتوى تستخدم الآيفون. وعلى الجانب الآخر الشاومي 13 ألترا بيقدم لك أفضل شاشة موجودة في الموبايل دلوقتي. أيوة، الشاومي 13 ألترا كأرقام على ورق بيقدم لك أفضل تجربة الشاشة موجودة في العالم، بيقدر يوصل معاك لسطوع بيوصل ل 2600 نتس لو بتتفرج على محتوى HDR، فالأرقام مذهلة في الموبايل ده. عندك نفس الشاشة LTPO، عندك شاشة بتيجي من نوع AMOLED 120 هرتز بتقدم لك تجربة ممتازة، HDR Dolby Vision، كل التقنيات اللي انت عايزها. فما تتخيلش ان انت هتضحي بحاجة موجودة في الآيفون في جزئية الشاشة ومش موجودة في الشاومي 13 ألترا. انا هنا ما بمدحش في 13 ألترا، لكن فعلا شاومي عاملة فيه نقلة كويسة جدا. لو رحنا بقى للأداء، فالآيفون معروف ان هو جامد جدا في الأداء. اي حد عايز تجربة أداء ممتازة وعايز موبايل يعيش معاه لمدة طويل بتقول له روح للآيفون اشتريه على طول. هنا الآيفون 14 برو وال14 برو ماكس بيجوا بالمعالج A16 بايونيك واللي بيقدم تجربة ممتازة جدا مع دقة تصنيع 4 نانومتر. على الجانب الاخر الشاومي 13 الترا بيجي بافضل تجربه اداء موجوده في عالم هواتف اندرويد، واللي بتنافس بشكل كبير جدا الاي 16 بايونيك على ارض الواقع. فبيجي بمعالج الكوالكوم سناب دراجون الاي جين 2 ال 4 نانومتر اللي بيجي بمعالج رسومي ممتاز جدا وتجربه اداء محترمه. وهنا اقدر اقول لك انت شاري فلاكشيب فعليا، انت مش مضحي باي حاجه موجوده في عالم التقنيه، وبالتالي جزئيه الاداء مش هتكون فيصل بالنسبه لك، مش هي الحته اللي انا اقول لا ده انا هروح لده دونا عن ده. فالموبايلين بيقدموا تجربه ده ممتازه جدا، وهنا دي مش حاجه تتحسب للايفون، دي حاجه تتحسب للشاومي 13 الترا ان هو قدر في وقت من الاوقات او شاومي قدرت في لحظه من اللحظات ان هي تقدم اداء او تقدم تجربه اجماليه. وانت بتقارن كده وعلى ارض الواقع كمان الموبايلين بيقدموا تجربه متقاربه جدا، الموضوع كله راي شخصي ليك. تعالوا بقى نروح لنقط القوه او النقط اللي هي فعلا هتفرق معاك كمستخدم في تجربه كل موبايل من دول. اول حاجه لو انت واحد بيفرق معاك ان الموبايل يكون فيه فينجر برينت ما فيهوش فيس اي دي، فشاومي 13 الترا بيجي فينجر برينت او بصمه مدمجه تحت الشاشه وسريعه جدا وما عنديش عليها اي تعليقات. لو انت من اعداء الفيس اي دي فالايفون ما فيش اي في اختيارات تانية غير الفيس اي دي، خلاص ابل يعني محتكره جزئيه الفيس اي دي، هو فيس اي دي كل سنه فمش هتلاقي غير ده. فيس اي دي سريع وسلس وبيقدم تجربه كويسه وامنه جدا، ولكن كلها اراء شخصيه، انت هتبقى مرتاح مع ايه اكتر. على الجانب الاخر الشاومي 13 الترا بيقدم لك هنا تجربه سماعات استيريو وموتور فيبريشن محترم، فما فيش تضحيات هتلاقيها مذكوره في النقطه دي. جزئية بقى البطارية واللي هتفرق معاك جدا جدا كمستخدم. الايفون بيجي بتجربة بطارية كأرقام متواضعة جدا، بطارية 4323 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 20 واط اللي ابل مسمياه سريع الباور ديليفري مع شحن ماكسيف 15 واط، ارقام قديمه جدا من 2018. فعالم اندرويد في ارقام اكتر من كده بكتير جدا توصل ل 260 واط، 10 دقايق تشحن الموبايل، ولكن الشاومي 13 الترا بيجي بشاحن 90 واط بس ويشحن معاك الموبايل في يعني في خلال 40 دقيقه من 0% ويشحن معاك من 0% ل 50% في حوالي 18 دقيقه. في الارقام جامده جدا، والشاحن يعتبر من افضل الشواحن اللي هتلاقيها في فلاج شيب دلوقتي. مفيش موبايل فلاج شيب بيقدم لك تجربه شاحن اسرع من كده
مش عارف السبب، ولكن بسبب الحرارة على ما أظن. فشاحن 90 واط موجود في العلبة، جراب موجود في العلبة، وجراب بكواليتي رهيبة جدا زي جرابات نيلكن. فكتوليفة وكالحاجات اللي هتلاقيها مع الموبايل، شاومي 30 ألترا متفوق في الجزئية دي. طيب حتى الآن شاومي 30 ألترا جامد، الموبايل بيجي بالواجهة المي أي 14، أندرويد 13 يتحدث ل 14. أنا عمال كده فاهم اللي هو إيه، هواري بيطبل للموبايل يا جماعة، هواري عايز الناس، هواري يطلع سبوبة من شاومي. هو الموبايل أصلا منزلش عالمي، بس ما علينا. عايز أقولك إن الموبايل أنا معجب بيه. لو رحنا للجزئية اللي هي بتفرق الآيفون عن كل موبايل موجود في السوق، وهي جزئية الكاميرات، هتعرف إن أنا مش ببالغ في قدرة كل موبايل من دول. انا مش هحط يعني مش هتعمق قوي في الجزئيه دي، لان بشويه مقارنات بسيطه انت كمستخدم هتقدر انت تقارن بعينيك. ولكن الايفون بقى ليه منافس، الايفون بقى بيقدم تجربه مش الاقوى في جزئيه الفيديو والكاميرا الخلفيه. ولو انت واحد بتحب تشتري اونلاين كتير، او لو بتشتري اونلاين كتير من غير ما تحب تشتري اونلاين كتير، فيعني في اكواد خصومات انا بقدمها لك، بتدي لك خصومات بتوصل لحد 10%، وبتدي لك شحن مجاني على اي حاجات تشتريها، مش لازم موبايلات بس ولا حاجات تقنيه بس، اي حاجه تشتريها من على نون الاكواد دي تدي لك خصم محترم وشحن مجاني، وكمان هتدعمني يعني عشان تبقى عارف الاكواد دي بتعمل ايه بالظبط. فالاكواد في الديسكربشن وظهر قدامك على الشاشه، وانت نازل بقى بس تعمل لايك وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل زر الجرس، وده بيظهر لك لما بتعمل سبسكرايب، فانساش تعمل الثلاثه. وتعالى نكمل الفيديو بتاعنا. وعشان كده انا شفت ان انا ما ينفعش اقلب بالجزء بتاع مقارنه الكاميرات، وكان لازم يطلع باتقان مش طبيعي. تعالوا دلوقتي نشوف مقارنه الكاميرات ما بين الموبايلين، لان فعلا في حاجات استثنائيه هتحصل في المقارنه دي. الشاومي 30 الترا بيجي باربع كاميرات 50 ميجا بكسل، اسطور الكاميرات من شاومي، وهنتكلم عليهم بالتفصيل الممل في المقارنه. وعندك الايفون بيجي بالعتاد التقليدي جدا، الكاميرا الاساسيه الجديده ال 48 ميجا بكسل الاو اي اس، والكاميرا الثانيه ال 12 ميجا بكسل الترا وايد، والكاميرا الثالثه ال 12 ميجا بكسل التليفوتو، بدون اي تقنيات جديده يعني تذكر في الجزئيه دي غير بس السنسور الجديد. وزي ما تعودنا هنبدا بالعدسه الاوسع اللي هي الالترا وايد. والصراحه يعني شاومي 30 الترا بيدي لك صوره ساتوريتد ومتعمقه اكتر في الالوان، ولكن دايناميك رينج و اتش دي ار والالوان ككل رايحه للايفون 14 برو في الكاميرا الواسعه. وده هتلاقيه في معظم العدسات برضو، ان اللوك حتى في الكاميرا الاساسيه بتاع شاومي 30 الترا ساتوريتد ومشبع اكتر، ولكن في الكاميرا الاساسيه انا ميال اكتر لصوره شاومي 30 الترا كواحد عايز ياخد الصوره وينزلها على السوشيال ميديا مباشره. الكاميرتين حلوين، ولكن ده رايي. الكاميرا اللي بعد كده هي الكاميرا 3 اكس زوم، والصراحه الشاومي 30 الترا طلع صوره جامده جدا جدا، بوكيه وعزل طبيعي بدون اي تدخل من السوفت وير، واللوك العام شكله اشيك بكتير جدا والتفاصيل اكتر من الايفون 14 برو، ودي حاجه تحسب لشاومي. الكاميرا اللي بعد كده هي اقصى زوم ممكن كل موبايل من دول يعمله، وهنا احنا حرفيا جوه الورده. الايفون خيش في الفوكس، طبعا انا ما بضغطش على اي حاجه غير التصوير، ولكن الشاومي قدر ان هو يحدد نقط الفوكس مظبوط. دي صورة بقى في إضاءة قليلة بدون أي تدخل مني، جس أنا طلعت الموبايل صورت الصورتين، الصورة اللي بنويز أقل وتفاصيل أكتر والصورة بتاعتها واضحة وبدون تدخل سوفت وير كتير، هي الشاومي 30 ألترا زي ما هو واضح قدامكم. الصورة دي بقى في إضاءة قليلة جدا بالعدسة ال 3X، وهنا أنا ما لعبتش في أي حاجة، أنا بصور على طول بالموبايل. البوكا إفكت والتفاصيل والألوان الصراحة من وجهة نظري في الإضاءة القليلة والتفاصيل رايحة للشاومي 30 ألترا على حساب الأيفون. والصوره دي هتوضح لكم اللي انا بتكلم فيه. صوره الشاومي 30 الترا اي نعم هي انعم سنه، ولكن تفاصيل وصوره بشكل عام صوره احترافيه جدا بدون تدخل سوفت وير، وده مش وضع البورتريت مود. كل الصور دي بالكاميرات الاساسيه بدون عزل عن طريق المعالجه. لو جينا بصينا على الصوره دي بقى فهتقول لي الايفون مطلع الصوره الواقعيه اللي عيني بتشوفها، هقول لك لا، هقول لك انا عيني كانت شايفه اللوجو بتاع هوم سنتر باللون اللي موجود في الشاومي 30 الترا، فكمعالجه ودايناميك رينج انا مايل اكتر لشاومي 30 الترا في الصوره دي. تعال لي بقى في الاضاءات القليله. احنا هنا كنا جوه السينما، الاضاءه سيئه جدا، مفيش اضاءه غير من الشاشه. الايفون خيش في الجزء اللي فوق بتاع السقف، هتلاقي التفاصيل اتمسحت نهائيا من نص الصوره، اما شاومي 30 الترا مكمل معانا بتفاصيل كويسه جدا بالنسبه لظروف الاضاءه. دي برضو صورة مثال حي اللي بتكلم فيه، التفاصيل والديناميك رينج أعلى بكتير جدا في صورة الشاومي 30 ألترا في ظروف الإضاءة القليلة، ودي حاجة واضحة في كل النماذج اللي احنا خدناها للإضاءات القليلة زي ما انتم شايفينها قدامكم على الشاشة. بالنسبة للصورة بتاعت الكاميرا الأمامية، مازال الآيفون بيطلع أحسن ديناميك رينج وبيطلع أحسن لوك، أحسن سكين تون أو لون للجلد. الصورة بشكل عام بتبقى أفضل في الآيفون، مفيش شركة أندرويد حتى الآن غير سامسونج قدرت إن هي تلمس شوية مع أبل في النقطة دي.
ولو رحنا للصوره اللي بعد كده فانتوا فاهمين وجهه نظري. ممكن يكون عشان النسخه اللي معايا هي النسخه الصينيه من الشاومي 13 الترا على اليمين، فاللوك بتاع الجلد كده تحس انه ابيض كده ملعلط، لكن الايفون هو اللي مطلع الصوره الحقيقيه بالتفاصيل الحقيقيه بدون اي تجميل وبدون اي تحسين. هنا بقى واحنا في المول الاضاءه كانت وحشه، ف الايفون خيش شويه والشاومي 13 الترا طلع صوره افضل. اي نعم بلون جلد غريب شويه افتح سنه فامباير، ولكن هي في النهايه افضل. وهنا بقى يجي وقت تجربه تصوير الفيديو. بصوا ده تست تصوير بالكاميرا الاماميه. انا مش عارف ليه شاومي لحد دلوقتي ما زالت مصره ان هي تخلي تصوير كاميرا اماميه 1080 مش 4K كده. الشمس ورانا الديناميك رينج هيبقى صعب جدا التعامل معاه. كده نفس الوضع برضو، فهنشوف النتيجه في الاخر عامله ازاي، ولكن يعني مضايقاني قوي الكاميرا الاماميه في الموبايل الصراحه. تعالوا بقى لتجربه تصوير الفيديو، واللي الصراحه شاومي 13 الترا قفلها من غير حتى ما نحط موبايلين في وجه مقارنه مع بعض. شاومي 13 الترا بيقدر ان هو يعمل فوكس او تركيز على نقط قريبه جدا جدا وبسرعه رهيبه بسبب الليزر اوتو فوكس. واللي ابهرني اكتر وما خدتش بالي منه هو الكفاءه بتاعت نقل الكاميرات. اي نعم وانت بتنقل ما بين الكاميرات يعني الثبات جامد جدا جدا بسبب ان تثبيت او اي اس والسنسور 50 ميجا بكسل، شاومي ظابطه الدنيا معاه جدا، ولكن تجربه نقل الكاميرات اي نعم هم محتاجين شويه تظبيط سوفت وير في الخفيه او السلاسه بتاعت النقل ما بين كل كاميرا والتانية ان انت كمستخدم ما تحسش، ولكن المعالجه هي هي، الكواليتي جباره جدا جدا. انت لما تستقر على كاميرا معينه، كاميرا البيريسكوبيك اللي موجوده هنا بتطلع تفاصيل رهيبه مع الزوم، انت حرفيا ممكن تطلع بيها فيديوهات سينمائيه وانت بتصور بموبايل. ولكن زي ما انتوا واخدين بالكم في قطعات ونقلات ما بين الكاميرات، ولكن لو انت من البدايه بتصور بكاميرا معينه الموضوع ده مش هيفرق معاك نهائيا. لو انت بتصور بالعدسه البيريسكوبيك او بالعدسه الثلاثه او بالعدسه الواحد اكس الموبايل مش هيأثر معاك باي شكل من الاشكال في الحاجات دي. ففي النهايه لو انت واحد مستخدم بتفرق معاك جدا جدا التجربه الخلفيه وعايز تجربه سينمائيه في التصوير بالكاميرا الخلفيه، شاومي 13 الترا هيقدم لك التجربه دي. وعايز موبايل اندرويد بمميزات وانفتاح عالم اندرويد، فشاومي 13 الترا هو اكتر موبايل انصحك بيه، وانصحك كمان ان انت تستنى النسخه العالميه، هتفرق معاك جدا خصوصا في درجات الالوان بتاعت الكاميرا الخلفيه، لكن بتاعت الكاميرا الاماميه، لان الصينيين بيحبوا الالوان بيضه قوي يعني منوره قوي، لان احنا بنحب الالوان تكون شبه واقعيه. لكن لو انت مستخدم مش عايز تستنى وعايز الايفون بمميزاته بالتفاحه فرقه معاك جدا، فروح للايفون. ولو انت معاك ابل ايكو سيستم موضوع محسوم خلاص، روح للايفون. ودي هتكون نقطه يعني الخلاف او الجدال كده احنا حليناها في الجزئيه دي. فدي كانت وجهه نظري في الموضوع كله، قولوا لكم في الكومنتس تحت الفيديو. وحقيقي مبسوط جدا جدا ان شاومي قدرت تطلع موبايل او عالم اندرويد قدر يطلع موبايل من وجهه نظري بينافس الايفون. شاومي السامسونج جالاكسي اس 23 الترا موبايل جامد جدا جدا، وانا وجهه نظري ان هو بيصور تصوير ليلي احسن من الايفون تصوير ليلي بس، ولكن الموبايل اجمالا ما حسيتش فيه يعني الروح المنافسه. يعني الموبايل فعلا بيقدم تجربه استثنائيه، ممكن عشان شاومي الموضوع جديد عليها بقى لها سنتين او حاجه، ولكن انا متحمس جدا لعائله الالترا من شاومي. دي كانت كل حاجه. لو فيديو عجبك تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. دي كانت كل حاجه. كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي. مع السلامه.